السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات من العراق. شرف لي كبير انه التقيكم. وقبل ما ابدي في مقام اللامي وتقاسيمه ودرجة الاستقرار لهذا المقام، ايضا راح اتحدث عن الدورات الموسيقية اللي هي اونلاين لمختلف دول العالم ومن ضمنهم عراقنا الحبيب. وهذه الدورات هي مباشر مع الطالب، وبالتالي راح يكون اكثر امكانية واكثر استيعاب بالتعلم وحاضر لاي شيء. هذه دورات اونلاين، اما في بغداد اقدر اذهب الى بيت الطالب اذا كان قريب طبعا، ومن خلال طبعا تتصلون كلا الدورتين عن طريق الواتساب الموجود اسفل الفيديو. واهلا وسهلا بكم. اللامي هو، خلينا نتحدث عن مقام اللامي. مقام اللامي هو كثير بعض الاراء يعني اختلفت بما هو مقام اللامي. اللامي هو شخص يلوم نفسه. طبعا احنا عندنا اراء كثيره، ناس قالت كذا، ناس قالت انه الاستاذ محمد القبنشي قارئ المقام الاول ايضا بالمقام العراقي، انه ذهب الى لندن، وفي لندن توفى والده، هو والده في بغداد، وهو كانت عنده حفله في لندن، فقام طبعا في الحقيقه يولول يعني من اللوم، يلوم نفسه لانه ترك ابوه، فيا ويلي يا ويل، فصار عنده مقام جديد في يضاف الى المقامات. طبعا في العالم العربي يسمونه الكردين، احنا نسميه مقام اللامي. مقام اللامي هو استقرار، طبعا يبدي من الري وينتهي بالري، ياخذ الدرجات سي بيمول مي بيمول سي بيمول مي بيمول ولا بيمول، فيصير عندك هذا الري ري مي فا صاد لا بيمول سي بيمول دو ري ري دو سي لا صاد فا مي ري. واضح؟ المقدمة مالته ري مي فا صاد لا صاد فا صاد فا صاد فا مي فا مي صاد فا مي مي ري ري صاد. بعدين لا سي دو دو سي دو ري سي سي لا سي دو لا دو سي لا لا صل صل. يغسل وجهك القمر والشعراء والصور. هاي وحدة. اثنين نقدر يا طبعا اكو فيديوهات، فيديو سابق اني عزفت النوطه مالته موجوده يلي نسيتونه، وعندنا موال للفنان الكبير رحمه الله ناظم الغزالي انوح وقرب حمامته، و يعني هالاغاني العراقيه اللي موجوده اللي قلت لكم بيها يلي نسيتونه. وبعد خاله شكو شنو الخبر احكي لي اي اي اوكي اني. هذا من ضمن الاغاني فيصير عندك انتهينا. بعدين ايش راح نبدي تقاسيم ري مي فا صال لا صال لا صال فا مي صال فا مي ري ري مي فا صال لا سي دو فردش ري دو سي لا بس يحتاجك اداء وتقاسيم، وتقدر انه شوي شوي متابع قناتي انه تقوم تتمكن من خلال التقاسيم. فيديو ان شاء الله القادم ان شاء الله راح يصير على التقاسيم. تحياتي لكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الاونلاين حتى ياخذ كل تفاصيل المقامات. شكرا لكم ومع السلامه. السلام عليكم،
لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.